اهلا بكم اعزائي اولياء الامور مع موقع نذاكر في درس جديد بعنوان مصر والمنظمات الاقليميه والدوليه. في البدايه لازم نفرق بين المنظمات الاقليميه والدوليه. كلمه منظمه اقليميه هي منظمه تضم عدد من الدول المستقله تربطها روابط معينه. يبقى دول مستقله تربطها روابط معينه، الروابط دي معناها انها منظمه اقليميه. اما المنظمه الدوليه هي منظمه تضم دول العالم المستقلة وإن لم ترتبط ببعضها بروابط معينة. يبقى الفرق بين الإقليمية والدولية هي إن الإقليمية في روابط تربط دول المنظمة، أما الدولية مش شرط يكون في روابط. المنظمات الإقليمية اللي كانت موجودة وفيها مصر كانت أول منظمة هي جامعة الدول العربية، نشأت سنة 1945 ميلادية. هيكلها التنظيمي كان مجلس الجامعة واللجان الدائمة طبعا 12 لجنة والأمانة العامة. تاني حاجة كان هو الاتحاد الأفريقي، ده شاركة مصر في تأسيس الاتحاد الأفريقي. تاني حاجة استضافة مصر أول قمة أفريقية سنة 64. تالت حاجة رأست مصر الاتحاد الأفريقي مرتين. المنظمة اللي بعد كده هي منظمة المؤتمر الإسلامي، وأهم المؤتمرات اللي كان فيها منظمة المؤتمر الإسلامي هو مؤتمر القمة الإسلامي في مدينة الرباط المغربية سنة 1969 ميلادية. أما المنظمات الدولية كان أول منظمة دولية هي منظمة الأمم المتحدة، ودي تم إنشائها سنة 1945 كان مقرها نيويورك. أجهزتها مجلس الأمن، الجمعية العامة والأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وده بيضم اليونسكو والفاو واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية. بعد كده كان فيها مجلس الوصاية وفيها محكمة العدل الدولية. من المنظمات الدولية أيضا هي حركة عدم الانحياز، ومفهومها أو معناها هو عدم الانضمام إلى أي من الكتلتين الشرقية أو الغربية. المقصود بالكتلة الشرقية هو الاتحاد السوفيتي، والمقصود بالكتلة الغربية هي الولايات المتحدة. ودعت إليها مصر بالاشتراك مع الهند وإندونيسيا ويوغوسلافيا في مؤتمر باندونج سنة 1955. يبقى هنا عرفنا في الدرس بتاعنا يعني ايه منظمة اقليمية، يعني ايه منظمة دولية، ايه اوجه الشبه بين الاتنين وايه اوجه الاختلاف بين الاتنين. عرفنا انواع او امثلة للمنظمات الاقليمية، وعرفنا امثلة للمنظمات الدولية، عرفنا دور مصر في كل منظمة من المنظمات سواء المنظمات الاقليمية او المنظمات الدولية. لو الدرس عجب حضرتك ياريت تعمل لنا لايك وشير وكومنت لصفحة نذاكر على الفيسبوك.